هو الإيمان؟ إيمان بوكودو. الإيمان، تعريف الإيمان هو قول باللسان، كأن تقول بلسانك لا إله إلا الله. ده حرا إذا حمد ثاني حدوش تلدوش يوندون سيق دوش أعالر لا إله إلا الله. وهذا الذي تقول بلسانك لابد أن تعتقد هذا بقلبك، يعني الظاهر يوافق الباطن. أقعي أولش تجا تنا دك ثاني حقيقة أغدى ديش دوحني دك ثاني أي أولش تن ثاني تيش ويشوحونها، ولابد أن تعمل بهذا. أقتلت أحا أغيب قبل ديش تلت ثاني عمل يشوحونها، كأن تصلي مثلا، تصوم، تحج، أعمى صلى ليش تلامز مارخ حجدر. الإيمان يزيد وينقص. إشت إيمان شأغ لحون بوخ لخ لحون. أركان الإيمان ستة. إيماني يعلق ركن يعونه.